السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين، كل سنة وانتم بألف خير. معاكم مطبخ ماريا، يا اهلا بيكم في مطبخي. النهاردة هنعمل الفتة المصرية اللي على اصولها بتاعت امي وجدتي والناس الحلوة دي اللي بتعمل حاجة بخيرها كده. الفتة طبعا اولا اللحمة اللي بتعوزها الفتة تبقى لحمة من الرقبة، حتة من الرقبة والموزة، دي احلى لحمه تعملي بيها الفته، تمام؟ اللهم صل على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين كده حته لحمه حلوه من الرقبه ومن الموزه، هي دي اللحمه اللي هنعمل بيها صينيه الفته ان شاء الله. يلا بينا. هنا هنسقط اللحمه في الميه، غلينا الميه وهنسقطها فيها. الاكله دي يا جماعه فيها بركه جامده جدا جدا. الفته دي اساسا يعني اكله، يعني انا سمعت امثال بيقولوا بارك الله في اللقمه اللي متغمسه على الوجهين، فالبركه بتبقى فيها. هنا هنحط البصلايه، ومعانا بقى ايه؟ مجموعه بهارات، كوبيبة صيني، فلفل اسود، جوزة الطيب، حبه البركه، اللهم صل على محمد، هيل اللي هو الحبهان، ورق لوري، شويه فلفل ابيض. كل دي مجموعه طحنينها على بعضها. دي كده علقنا على اللحمه تستوي. هنعمل ايه؟ هنخش على الصلصه على طول كده. توم، حوالي 10 فصوص توم، بندقهم كويس او بنقطعهم، ومفرومين يعني متوسط قوي، مش فرمينهم جامد، وبنقلبهم ما بنحمرهم طبعا جامد، يا دوب التومه كده مش هشيلها، بتحمر، مش هشيل من عليها الكاميرا لحد ما تحمر قدامكم، اللون بتاعها الذهبي الجميل ده. فاللقمه دي بصراحه انا كنت بسمع زمان ان الفته دي يقولوا بارك الله في اللقمة المتغمسة على الوجهين، فيها شفاء. حطينا الفلفل الاسود وقلبناه شوية مع بعض، التومة بالخل بالفلفل الاسود يتحمر في الزيت شوية، وبعدين نزلنا عليها بالطماطم زي ما انتوا شايفين. بعد كده مش عاملين حاجة، هنسيبها بس تتسبك، مش هنيجي جنبها خالص الا لما نيجي نغرف كده. هي هتغلي تتسبك وبس، مش هنحط عليها اي اضافات تاني، هما شويه الملح بس. ولو عايزه تحطي يعني ربع معلقه سكر ماشي، مش عايزه مش عشان الحموضه بس بتاعت الايه، الطماطم ماده حمضيه وبيبقى فيها حضوئيه شويه، فبن السكر بيخليها مسكره شويه. هندخل على طول على الايه، على الرز. الرز بتاع الفته بسيط جدا وكلنا عارفينه، بنحط الزيت او السمنه وبننزل عليه بالرز، بيبقى رز ابيض زي ما كده. بنحط عليه بقى، بنسقيه بالشوربه، بعدها بنقلبه كام تقليبه كده، بس بتقلبيه في السمنه كويس او الزيت، بياخد له كام تقليبه كده على النار زي ما انتم شايفين كده. بيبقى الرز ابيض يا بنات بتاع الفته، بيبقى يعني يستحسن هو يبقى ابيض. بنحط عليه شويه الملح، نحطش اكتر من كده، ما بنضيفش اضافات تاني، هو بيبقى طعمه جميل كده، نحطش غير شويه الملح. ننزل طبعا، الشوربه كانت بردت فعملت سمنه كده، بس بتبقى حلوه لما بتسيح. حطينا الشوربه على الرز، قلبناه تقليبه وسيبناه يستوي. هندخل على العيش، جبنا العيش. العيش يعني احسن ان هو يبقى طري، ليه؟ عشان لما نحطه في السمنه زي ما انتم شايفين كده طري، مش عايزينه ناشف. لو عايزينه ناشف عادي مفيش مشاكل، بس احنا كده كده هننشفه. بنحطه بيشرب السمنه وبيتقرمش فيها، فبيبقى جميل خالص. اما ينشف في الفرن احلى ما ينشف بره كده، هو ما بياخدش وقت، ده لو حطيته تحت المروحه هينشف. العيش ده خفيف جدا ورقيق وخفيف على المعده وحلو للفته قوي، يستحسن يعني ان احنا نعمل فته منه.
العيش الابيض ده. العيش البلدي التاني صعب شوية ان احنا نعمل منه الفتة، تقيل. هنقطع العيش زي ما انتوا شفتوا كده، التقطيع ده اللي انتوا شفتوه. هنا بقى معانا ايه؟ السمنة دي ما حطينا، مقطعين 5 فصوص توم تقطيع صغير وحطينا عليه السمنة. هناخد شوية سمنة ندهن بيهم الصينية ونضيف الايه ونحط العيش اللي قطعناه كله. هنحط العيش ونحط بقية السمنة والتومة اهي يا بنات في الاخر اهي، انا حطيت عليها معلقتين السمنة اهي زي ما انتم شايفين التومة اهي، شايفينها مقطعاها انا اهي التوم، وكنت حاطة عليه السمنة بس ما شفتوش انتم. فهنحط بقى السمنة بالتومة دي وهنقلب العيش كويس بيها وهندخلها الفرن. وشوفي بقى الجمال، بصي طلعت شكلها ايه، ولا ريحتها بالتوم والسمنة يا ربي تحفة تحفة تحفة، والله جميلة مستحيل تقاوميها، لازم تاكليها كده من قبل ما تعملي فيها حاجة، ريحتها جميلة جدا. طبعا حطينا العيش في الصينية اللي هنعمل فيها الفتة، قلبناها بمعلقة ايه معلقتين كده من الصلصة عشان تبقى حمرة كده وطعمة من تحت، وبدأنا نحط عليها الشوربة زي ما انتوا شايفين الشوربة كده. هنحط الشوربة، مش هنحط شوربة كتير، يا دوب على قد يعني تطر العيش شوية، مش تخليه يعني يدوب كده فيها، لا احنا هنطريه شوية مش هنطريه كتير، شوربة كده قليلة. هنسقي العيش بالشوربة كده بس مش كتير، انتوا شايفين كده. هنقلبه بمعلقة الصلصة اللي حطيناها والشوربة، العيش هيشرب الشوربة يا دوب كده هيتنسم منها مش هيطرى كده. هنبدأ نحط الرز كله، هنفرد الرز كده على صينية الفتة. هنحط بقى الايه الصلصة بقى على الرز كده، احنا حطينا العيش وفي سقيناه بالشوربة وحطينا عليه الرز فردناه كويس. هنحط نبدأ نحط الصلصة، الصلصة تخنت كده وايه جميلة وريحتها روعة روعة. هناخد بقى معلقتين شوربة بردك، كبشة شوربة كده بالكبشة اللي في ايدينا دي، وهنحطها على الرز. تمام كده خلاص، احنا كده هنبدأ ايه، حطينا معلقتين شوربة كده عشان يطر الرز بالصلصة. هنبدأ ان ايه نحط اللحمة على الصينية، هترصي اللحمة على الصينية. يلا بقى لو يعجبكم، لو عجبكم صينية الفتة ما تنسونيش في اللايك واشتركوا في القناة، نوروني فيها كده. حطي فيها شوية كزبرة وقولوا لي رأيكم في الفتة دي. بس تعالي احنا بقى عملنا ايه، حطينا التكاية بقى الحلوة دي، التومة قطعنا التومة وحمرناها في السمنة وحطينا عليها كزبرة، حطيناها بقى على وش الايه الصينية. ايه رأيكم في الفتة كده؟ وصلنا لاخر، يا رب يكون عجبكم الفيديو وما تنسونيش في اللايك وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.